وحول هذا الموضوع ينضم معنا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول. أهلا ومرحبا بك دكتور رافع. بداية بأن يهدد المالكي بحرب أهلية، ماذا يعني هذا التهديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا ومرحبا بكم ومشاهديكم الكرام. أخي العزيز، بداية أريد أن أشير فقط إشارة واضحة. أنا استمعت إلى تقريركم اللي قدمتوه حول الانتخابات، وأشرتم إلى أن المالكي هو يعني القريب من إيران وتريده إيران، والعبادي مقرب من أمريكا. أنا أعتقد، لا أعتقد لكن جازما، أنه الاثنين مقربين من إيران، وإيران كل هؤلاء الذين في العملية السياسية هم يعني أتباع لها، لكن ربما يكون هذا أكثر حظوة، يعني أقصد المالكي، من العبادي. فالموضوع لا يتعلق بأن العبادي بعيد عن إيران وأن إيران بعيدة عنه بهذا الشكل، هذا أولا. ثانيا، الوضع الطبيعي لكل العملية السياسية التي جرت من عام 2003 لحد الآن يؤكد، كان سيقود ويؤكد، أن الصدام فيما بين هذه الأحزاب الطائفية، بين هذه القوى على المكتسبات سيحصل. لم يكن قد حصل في الأمس، سيحصل اليوم أو غدا. هذه نتيجة طبيعية. الآن هم داخلين الانتخابات، هناك صراع على المكاسب، صراع على المساحات، على التأثير، على القدرات. هذه كلها ستؤدي إلى صراعات. الآن الميليشيات تريد أن تحكم بواجهة علنية، لا تحتاج أي واجهة مثل ما كانت سابقا، واجهات حزبية، واجهات أخرى، أسماء معينة. الآن تريد أن تحكم بشكل مباشر. هذه العامري والمالكي والحشد، وهذه الميليشيات تريد أن تحكم بشكل علني. الصراع الآن لم تفز هذه القوى بالشكل الذي تريده، بشكل مريح بالنسبة لها، وتحقق ما تريد وتهيمن على الساحة، ستشكك في الانتخابات وتقول أن الآخرين زور، وهي في الحقيقة كلها تزوير في تزوير في بلد الفساد، يعني خامس بلد بالفساد، يعني من بين أكثر بلدان العالم، خمسة أكثر خمسة بلدان في العالم فساد. لا بد من تزوير بالعمليات السياسية وبالانتخابات بكل شيء. طيب، هذه لا يمكن أن تقنع بها أي عقل إلا وأن يقتنع بأن التزوير هو أساس كل هذه العملية. طيب دكتور، يعني هل تعتقد أن المالكي بدأ يشعر ببداية النهاية، نهاية مشواره في العملية السياسية بعد تاريخ حافل بالفشل على كل الصعد والمستويات؟ هل تعتقد أن هذا الشعور لديه هو الذي دعاه لأن يهدد العراقيين بحرب أهلية؟ المالكي مثله مثل العبادي مثل غيره، كلهم مجموعة من الفاشلين. يعني لا يتميز المالكي بفشله عن الآخرين، هو فاشل والعبادي فاشل، وكل هذا الطيف الذي يحكم العراق من عام 2003 لحد الآن هو فاشل، هو مجموعة من السراق والفاسدين والخراب، ومهمتهم كانت تخريب العراق. العبادي كان جزء من هذه الحكومات، وهو جزء من نفس الحزب الذي ينتمي له المالكي، حزب الدعوة، نفس القضية، وكان وزيرا في أول حكومة، وهكذا هم غيروا المقاعد. هذه قضية الفشل يعني غير واردة، لكن هناك صراع بينهم، من يريد أكثر مكسبا، من يقدم لإيران أكثر ولاء. هم الآن يقدمون أوراقهم لإيران، أنا الأكثر ولاء، أنا الأكثر خدمة لك، فبالتالي إيران تدعم من هو أكثر فائدة لها. هناك دعم للميليشيات، هناك دعم للمالكي. المالكي يشعر أنه إذا ما فلست يعني هذه الانتخابات قد ذهبت من بين يديه، سيكون في الظل، وربما يعني ينجر إلى حسابات أخرى. لذلك الآن يهدد بهذه الطريقة، وهو وضع طبيعي. الصراع واضح، كان سري، كان تحت الطاولة، الآن بدأ يظهر على العلن. الصراع بين هذه الكتل على المكاسب. طيب، على الصراع بين هذه الكتل دكتور، الصراع بين هذه الكتل، وأقف عند هذه النقطة. برأيكم عندما يخرج المالكي ويقول أن هنالك حربا أهلية ستحصل بعد الانتخابات وبعد التعداد السكاني، لمن وجه هذا التهديد أو لهذه الرسالة؟ أولا لنكون واضحين جدا، خلال من عام 2003 لحد الآن كانت هناك عمليات
تغيير ديموغرافي، عمليات طائفية لإزاحة مكون أساسي من العراق، وأنا أقصد المكون السني، واضح جدا جدا. وكل الأقليات الذين كانوا يتحدثون عنهم يعني مسيحيين صابية كذا كلهم أزاحوهم. الآن هم يريدون أن يعلنوا أن السيطرة للأحزاب الشيعية بهذا الشكل. فإذا الحوار والرسالة موجهة للشارع الشيعي، لهذه الأحزاب، الحرب بينهم، ولا على من تقوم هذه الحرب؟ المدن السنية كلها أهلها مشردين في الخيم، نازحين، والذي هاجر خارج العراق، والذي في المعتقلات، وهذه معروفة يعني ما تحتاج حتى لا يفسر الموضوع بأنه طائفي والكلام طائفي، لا، هذا وصف لواقع حال. طيب. الحقيقة. فبالتالي الرسالة واضحة موجهة لأطراف شيعية، لأحزاب شيعية فيما بينهم، صراع. طيب. بينهم الآن. ما يسمى بالبيت الشيعي في العملية السياسية فشل في تقديم أي خدمات للمواطن في الجنوب قبل أن يقدمها في الوسط والشمال، لكن هنالك اليوم أرضية مهيئة لثورة شعبية ضد قوى العملية السياسية وما تسمى بالعملية السياسية. هل توافقون على هذا الرأي أم لا؟ نعم أوافق. الشعب يعني الآن، وعي الشعب يجب أن يدرك، يجب أن يعرف، واضح الأمور، لا تحتاج الآن. الخنادق فرزت، خنادق مفروزة تماما، والحق واضح والباطل واضح، السواد واضح والبياض واضح. الشعب عليه أن يختار. 15 سنة من القهر، من الضيم، من التفرقة، من الطائفية، من السرقة، من النهب، من التخريب، من البطالة، من الأمية، من الجهل، من كل هذه الأشياء، والفقر، الفقر الشديد، هذا المدقع 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر، يأكلون المزابل، هذه كلها لا زراعة، لا صناعة، لا مستقبل، لا حاضر ولا مستقبل. فبالتالي الشعب الآن واضح الصورة أمامه، هو من سيختار، هو من سيعرف. فبالتالي ثورة الشعبية ربما تأجلت كثيرا، ربما تأخرت كثيرا، الآن واضح، ربما الشعب يظهر على الساحة وهو يحتمل الأمر، وهو هذا المطلوب من الشعب العراقي الآن، دفاعا عن نفسه، دفاعا عن حياته، دفاعا عن المستقبل، حاضر ومستقبل أولاده، وحاضر ومستقبل حياته، هذه هي الحقيقة. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رفع الفلاحي كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.